السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. أخوكم عبد الهادي بخاري. اليوم يا جماعة راح نعرض لكم شقق للبيع في مجمعات سكنية مميز جدا في إسطنبول بأقساط طويلة المدى تصل إلى 10 سنين. شقق تتكون من 3 غرف صالة، غرفتين وصالة، غرفة وصالة. خليكم معنا في الفيديو القادم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك أسفل هذا الفيديو وتفعيل زر التنبيه. كونوا معنا وشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شقة 3 غرف صالة، 156 متر مربع. أول ما ندخل الانترفون، مدخل جيد جدا، قابلنا على طول المطبخ. أول شيء بس على اليميننا عندنا الصالة، مساحة كبيرة وواسعة وطيبة، مشروع مميز. طبعا فيها كل الخدمات، ألعاب أطفال، مسابح، حمام تركي. هذه الصالة تقريبا 7 × 4.5. هذا المطبخ زي ما انت شايفين، الفرن راكب، دواليب المطبخ راكبة، ممدد بالغاز الطبيعي، مجمع سكني متكامل في هذه البلكونة. احنا الان في الدور تقريبا 14، مجمع سكني، سوبر ماركت زي ما انتم شايفين، العاب اطفال، مواقف سيارات مغلقة، تمديدات المكيف واصلة. الشقة هذه فيها اقساط الى 10 سنين تقريبا، احط لكم التفاصيل تحت الفيديو. حمامات، مروش، هذه الغرفة الأولى، هنا مكان كم مستودع ممكن، غسيل الملابس، مغسلة الملابس. الغرفة الثانية، مساحات الغرف تقريبا 3×4، الغرفتين. عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة طيبة تقريبا 4×5، ممكن يكون فيها مكان لغرفة الملابس، ولها بانيو وحمام خاص فيها. زي ما ذكرنا الشقة 3 غرف وصالة، 156 متر مربع، والدور 14 في اسطنبول. للمزيد من التفاصيل شوفوا تحت الفيديو أو تواصل معنا شركة بروجة عقارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.